فهذا طبعا مو بلي صراحه، طبعا هذا الهدف لبنتي لامه وملامه الله يخليها لنا ان شاء الله، والحمد لله برضو البطل الحاضر طبعا لابد من على حضوره برضو الهدف له ان شاء الله. بطل مين؟ حبيبي يا سعود. شو اسمك سعود؟ سعود. طيب سالم، نتكلم شوية عن المباراة، إيش اللي أدركتوه في نادي النصر واستطعتوا أنكم تسيطرون عليه؟ اليوم أسماء جديدة دخلت على تشكيلة الهلال، شلون قدرتوا تسيطرون على الوضع؟ أول شيء الحمد لله على كل حال، أهم شيء عندنا 3 نقاط صراحة، يعني تو يعني ما بقى لنا 6 جولات أو 7 جولات تقريبا، وكل مباراة لازم نكسب فيها 3 نقاط لأجل الدوري صراحة، وبالعكس يعني أنت عارف يعني ما يعني سواء أسماء دخلت جديدة ولا لا، بالعكس هذا الهلال يعني الحمد لله يعني من بداية الدوري وأنت شايف يعني يدور علينا الأسامي كلنا، كل الفريق لاعب الحمد لله. سالم، تتذكر أول هدف لك مع الفريق الأول كان ضد مين؟ أكيد ضد النصر. إيش العلاقة اللي بينك وبين شباك النصر شخصية؟ هذا والله ما اقول لك يعني اقلل في الفريق شيء، بالعكس يعني هذا توفيق من الله ودعوات الوالدين. يعني سالم، 14 هدف هو نصيبك في دوري المحترفين من يوم بدا سالم الدوسري، هل لديك معلومه انه كل ما يسجل سالم الهلال لا يخسر؟ الحمد لله يعني كل ما سجل لابد يعني نحافظ يعني على شباكنا، هذا اهم شيء عندنا، وزي ما قلت لك يعني احنا نبغى كل مباراه نبغى فيها 3 نقاط صراحه. اخر سؤال سالم، استغلال الخطا اللي كان من عمر هوساوي، حسيت ان الكره ممكن ترتد لك؟ تواجدت في المكان المناسب؟ كان في احساس ولا الكره جت في الموقع اللي انت كنت فيه؟ لا الحمد لله يعني انا دائما يعني لو تلاحظ المباراه كلها يعني انا متواجد في هذه المنطقه، وبالعكس يعني اللاعب الوسط لازم يكون في المنطقه لكي لا ترجع يعني مرتده علينا، والحمد لله الله وفقني في الهدف وهذا النصيب. انت شفته في التلفزيون؟ لا صراحه. شوفه برضو طريقة اللعبة كابتن كانت لعبة عالية، حسيت انه كرة لو لعبتها تحت ممكن حتصدم في احد؟ اكيد، لان في مباراة القادسية نفس اللعبة جتني وشتها تحت وصقعت في اللعيبة، ما في يعني فايدة، فلازم اللاعب يعني يتطور صراحة، والحمد لله على كل حال، واهم شيء ثقة الجمهور فيني. مبروك لك وللبطل. الله يبارك فيك يا حبيبي.